اليوم ننظم هذه الندوة الصحفية بمناسبة الأيام الدولية والأممية لمناهضة العنف ضد النساء من أجل تقديم تقرير سنوي لمراكز النجدة وعرض يعني كل ما رصدناه من خلال استقبالنا العديد من النساء على مستوى مجموعة من المراكز على المستوى الوطني. وبالتالي هذا التقرير هذا كيبين لنا العديد من المؤشرات، وكتعتبر مراكز النجدة هي كمراصد حقيقية لرصد ظاهرات العنف وتحديد مؤشرات مدى انتشارها في أي منطقة على حسب أي مستوى تعليمي، على حسب أي نوع من الضحايا اللي هما تيكونوا أكثر عرضة للهشاشة والعنف. وبالتالي هذا التقرير هذا اللي طلعتوا عليه كيضمن مجموعة من المؤشرات كما قلت، وتبين لنا أن بالرغم من كل جهود اللي بدأتها الدولة ومجموعة من المؤسسات أخرى، مازال العنف متنامي في صفوف النساء والفتيات بالخصوص. أولا لأن القوانين ديالنا مازالت كتحمل مجموعة من المظاهر ديال التمييز، كتحمل مجموعة من المقتضيات التي تؤسس للعنف وتحميه أحيانا، لأن مجموعة ما مثلا خدينا مدونات الأسرة كتضمن مجموعة من المقتضيات اللي كتخلي العنف يستمر، كيعتبر أن المرأة ما عندهاش الحق في الإدارة ديال أو اتخاذ المواقف داخل الأسرة ديالها وتدبير شؤون ديال الأبناء ديالها. وبالتالي طالما لم نقضي على التمييز داخل القوانين الوطنية أكيد أن العنف سيظل مستمر. لهذا كنعتبروا أن المقاربة خصها تكون مقاربة شمولية، لابد من أننا نحينوا نراجعوا ونغيروا القوانين اللي خصها تغير، نلائموها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لابد كذلك من اتخاذ مجموعة من التدابير أخرى على مستوى السياسات العمومية، على مستوى تحسيس وتغيير تقسيم النمط الأدوار على المستوى الثقافي، على المستوى الإعلامي، على مستوى مجموعة من المداخل الأخرى اللي ممكن أننا من خلالها ومن خلال هذه المقاربة الشمولية نستطيعوا أننا نحدوا على الأقل من هذا العنف الموجه ضد النساء. فمثلا بالحالات كثيرة اللي كتجي عندنا خاصة على حسب تقرير اليوم اللي كنعرضوه، أن أغلب الحالات عندها عنف زوجي، عنف زوجي مرتبط إما بالنفقة، بالحقوق الاقتصادية بصفة عامة، سواء ما يتعلق بالأموال المكتسبة، ما يتعلق بمنظومة الموارد، كذلك كطرح مجموعة من الإشكالات خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود بنات فقط دون أولاد ذكور، وبالتالي هذا كيأثر على الوضعية الاقتصادية للنساء وتمنع حقهم يعني لولوجهم الحق الملكية اللي هو حق دستوري مكفول للجميع. كذلك طرح كثير مسألة ديال الولاية القانونية، فمع بداية كل سنة كتحضر العديد من النساء اللي مطرودين من بيت الزوجية ولكن ما عندهمش الحق أنهم يعدوا الوثائق الأساسية للأبناء ديالهم، تنقيل كذلك من مدرسة إلى مدرسة أخرى، ممنوع أن المرأة أنها تنقل الأبناء ديالها، خص دائما حضور الأب بالرغم من أن هذا الأب معنف وعنده شكاية في المحكمة وطرد الأبناء والزوجة، ولكن مع ذلك نطالب بحضوره، وهذا كيؤدي إلى الإضرار أولا بمصالح الأطفال، كيؤدي إلى تفاقم الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالخصوص. وبالتالي المعالجة ديال العنف لا يمكن أن تقتصر على قانون 133 فقط، وإنما لا بد من تنقية كل القوانين الوطنية من كل مظاهر التمييز، لا بد من أن تكوننا الجرأة اليوم ونحن في ورش ديال تعديل مدونات الأسرة أن نعتبر أن الإبقاء على خلفية المدونة على لغتها على فلسفتها التمييزية أكيد أنه سيؤدي إلى استدامة العنف والهشاشة في صفوف النساء، وبالتالي تكون فعلا مراجعة أو تغيير جذري وشامل من أجل فعلا ضمان المساواة في كل مقتضياتها، تكون المساواة عرضانية باش ممكن أن النساء يكون القانون منسجم مع واقع النساء.